متحملا ذل التعلم. تعلم فيه ذلة، لأنك تسأل غيرك وتبحث وتفتش، ربما إذا كان عندك أنفة تناقض ذلك أو تقلل منه. متحملا ذل التعلم لعزة العلم دليل للحق. كان ابن عباس رضي الله عنهما يضطجع عند أبواب بيوت الصحابة، فإذا خرج وإذا هو مضطجع بالتراب ينتظر خروجهم يأخذ منه العلم، فيشرهون عليه: لما لم تعلمنا؟ قال: ما ينال العلم إلا بهذا. ولهذا لما سئلوا بما يحصل العلم قال: بلسان سؤول وقلب عقول. والمتكبر ما يحصل العلم، لا ينال هذا العلم لا مستحي ولا متكبر. هذا معنى الذلة لعزة العلم وللحق. نعم.